عليكم اصدقائي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم معنا واحد الرحال اخر سميتو امين، نحاولوا نسينوه شويه بينما يطلع، وغادي نصيفطوا ليه الا ميتصلوا باش غادي يحضر معنا وغادي يحكي لينا التجربه ديالو اللي عنده تجربه فريده من نوعها. فخليكم معنا، ما تمشيوش. يلا زيد. اهلا. قلب دور ياك، دور الكاميرا، دور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انت ربيتي الشعر انا قراي. وا شو الحج ما كاينش فين تقطع الشعر. ترى كنت ربيت اللحيه، يلا نقصت منها، وكنت ربيت شويه ديال الشعر هنا، ناض شويه هنا، فهمتي؟ تحسنتو. حيتو عرفتي شنو امين؟ عرفتي كنهضر معاك دابا في اللايف وعندي مشكل ديال المعده، الوجع. غفرني الله. صح. مشيت قليت بطاطا وزيت جديده وبطاطا جديده، وكليتها على مدام كليتها سخونه، وكان فيها الجوع وجاني وجع. ربما نسيري معاك اللايف غنمشي للسبيطار. نيشان اي صابر، الله يلا الوجع. عاد كي العدال ديما راه كتجيني المعده كتجيني. ما خديتيش شي بونسمون ولا شي حاجه؟ عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه في الدار نهائيا، والله هذا هو المشكل. المهم ما نبرزتوش الناس. مرحبا بك سي امين، كيداير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شرف لينا كتواجد معنا اليوم. يلا نسميك بوش عكاكه. اللي بغيت افرو بوش عكاكه. بوش عكاكه وانا قاعد. ما سولتينيش على هذه. شنو هي هذيك اللي وراك؟ شنو هي؟ اي لاطونت. وليت كندير لاطونت. وي مزيان اسيدي. كان كومبي هذه يومين. الله البليا صافي. البليا شداتك ولا عندي؟ رات انا شوف، رات انا عندي في السطح كندير القيطون كنبات فيه مره مره كان عندي في واحد البيت هنا ثاني اخر كنمشي ندير فيه القيطون وكنبات فيه. والمشكله البارح نعست في الارض وكنت فيه من هنا جاني فيه ديتيرو العذاب. اي والله. المهم ديروا شويه تسويق للناس باش نعرفوا البيان. امين راه واحد السيد مغربي ولد كازا، راه مخلفين مشى في اسيا. فاليوم غادي يقول لنا الاسرار وكيفاش جاتو الفكره وشكون هو امين. ونبداو، يلا قول لنا شكون هو امين اسيدي. حنا محمد امين، 31 سنه. ما شاء الله كبرتي. ربيت اللحيه. زيد كنخدم في مجال ديال اليوغا وشويه ديال لونتربرونيا. زيد اسيدي شويه. تعرفت بك هذه 5 سنين ولا نقولوا ديال 4 سنين وخمس سنين ازيدي. خمس سنين وكنت تلاقيت معاك في الاول، كنت تبعتك منين كنت مشيتي بديتي فواياج افريكان، وانا نقول ادخينا غادي كيسافر وكنهضر معاه وكيقول لي عايش الحياه سعيد كل شيء. واحد 6 شهور 8 شهور عام وانا كنقول في راسي صافي غادي نسافر. وكل مره كنت كنقلب على هذوك لي زيكسكوز، علاش ما نمشيش؟ ما عنديش فلوس، لا خصني فيزا، لا خصني الوقت، لا الخدمه، العائله. معايا ديك الايامات تقول لي في 2017 تقول لي راه باغي نسافر، اشنو بان لك اشنو ندير؟ كنت كنبقى نهضر معاك وكنت باقي خدام نتايا، ولكن كيفاش عطاك قلب صاحبي وانت خليتي الخدمه خليتي كل شيء ومشيتي سافرت؟ كيفاش يعني؟ شنو اللي خلاك دير هادشي كامل؟ ال 30 عام كان لانيفرسير ديالي، وانا فهمتي فكرت الوالد الله يرحمه كان بقى لي عام باش يوصل للروتريت، وكان كيقول مورا هاد العام غادي نسافر، ولكن مات عام قبل ما يوصل في لغد. الله يرحمه مسكين. دونك الله يرحمه. دونك بديت كنقول فراسي راه
راه امبوسيبل. خاصك كل مره كتقول غتسافر من دابا عام عامين 5 سنين لا غوتريت، مي الواحد واحد هو اللي خصو يسافر من غدا، فهمتي؟ هذا اكشن ديال باش تسافر. مي شنو خاصك؟ واش خاصك فلوس؟ خاصك فيزات؟ شنو خاصك؟ باسبور احمر يعني باسبور اوروبي ولا شنو؟ صراحه الغريب هو انني عزلت لي ديستيناسيون بلا فيزا، فحال بديت نقلب في انترنت ارخص بيا لقيتو واللي كان بيا باش نمشي لتركيا ديستيناسيون بلا فيزا. اذا قلت غادي نمشي لتركيا، ومن تركيا غادي نمشي لايران، من ايران غادي نكمل غنمشي لتركمينستان الارميني زعما كل البلدان. و دونك ملي وصلت لتركيا اول حاجه مع ما بغيتش فهمتي نخسر فلوس كنت درت هذه القضيه ديال الكاوتش سيرفينغ. شنو هي الكاوتش سيرفينغ؟ اذا الكاوتش سيرفينغ هو واحد سيت انترنت الناس كيعطيو لك بيت ولا كيعطيو كانابي ولا كيعطيو شي بلاصه فين تقدر تنعس بالمجان. وكاين حتى واحد الابليكاسيون اخرى كتعرفها سميتها ورم شاور، ولكن هذه خاصها بحال بيكالات. ديال بيكالات هذه مع خدام بحال بيكالات هذيك احسن احسن. ومنين في اندونيسيا تلاقيت مع واحد البنت ويت هي كديفلوبي ابليكاسيون خاصه لي سبورتيف، بحال قالت لي اي واحد كيبغي يدير كومبيتيسيون عداء ولا بوكسور ما كيكونش عنده الفلوس ولكن باغي يمشي يدير شي كومبيتيسيون، وهادي الناس كيمشيو يجيبوك من المطار كيتهلاو فيك حيت عارفين لي سبورتيف ما عندهمش لي مويان، فهمتي؟ باش يعني كاين بزاف ديال الحوايج تقدر ديرهم باش يساعدوك باش تسافر، يعني ما تحتاجش فلوس بزاف، خاصك غير تخدم عقلك وتستغل داك التليفون وديك الانتر اللي عندك الانترنت اللي عندك، وممكن مثلا تحصل على بيئه فور مشاور ولا في كاوش سيرفين، تحصل على خدمه. قول لي هذوك لي زابليكاسيون ديال الخدمه كنت واحد النهار هضرتي لي عليهم، نهضر عليهم شويه. دونك لي زابليكاسيون ديال الخدمه كاين عندك هيلبيكس هيلبيكس، عندك عاوتاني وحده اخرى ترافل وورك، وكاينه وحده اخرى وركواي ولا ورك اكسشينج عندك. صراحه عر كتكتب ورك فولونتير، هي فولونتير تخافاي غراتويتمون، وكتلقى بزاف ديال لي زابليكاسيون. انا في الصراحه في تركيا كنت مازال ما فهمت، جاني داك الشيء جديد بزاف لواحد الدرجه انني ما كنتش كاع عارف لي زابليكاسيون اللي بلا انترنت جيولوكاليزاسيون، ما كنتش كاع عارف، مشيت عالم اخر فهمتي، تخربقت تركيا. اوغوزمون تلاقيت مع واحد الفواياجور اوسترالي، هو كان 7 شهور هو كيتسارى، دونك بدا كيدير ليا فورماسيون كيقول ليا انت كتستعمل كاوتش سيرفينغ، انا نسافر معك كاوتش سيرفينغ ولكن غنعطيك واحد لي زونتري باش تدخل لي ميوزي فابور، كيفاش غدير باش تكونتاكتي لي زاسوسياسيون. وحاولت الفواياج ديالي من زعما ما يتكونش عندي لونديكاب ديال الفلوس. وي كنا كنهضروا على هذا الموضوع هذا ديال خاصك كيفاش تسافر بيجي قليل، يعني الفلوس ديك اللي عندك. بحال في تركيا كاينه شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش، ولكن في تركيا كاع الناس كيسافروا بها هو لوتوستوب. ولوتوستوب في تركيا اول مره وقفت الطوموبيل 5 دقائق هزاتني طوموبيل، تبدا كيبان لي داك لوتوستوب كتبقى واقف ماكسيموم عندك واحد 30 دقيقه 40 دقيقه هي الماكسيموم لوتوستوب زعما. حتى واحد النهار وحنا في واحد الفيلاج وتلاقيت مع دي فواياجور دي زالمون دي فرونسي، كنا 5 وانا نقول امبوسيبل شي واحد يوقف زعما الزونه كامله، وطوموبيل الاولى اكسبريس هزتنا كاملين ب5. وانت كتسافر بوحدك ولا مع الناس؟ ما كتقول لي هزتنا، واش مشيتي تسافري بوحدك ولا كانوا معك الناس؟ دابا انا كنت كنسافر راسي، ولكن كل مره فهمتي تلاقى مع دي فواياجور كيشوفوك بالصاك وداك الشيء كيبغيو حتى هما
وتا يمشيو معاك، وبعض المرات انت كتوحش داك تمشي اون جروب. كاينين فحال شي حوايج ما عرفتش واش كانت كتوقع عليك، كتمشي مثلا شي شلال ولا شي بلاصه زوينه وكتكون راسك كتبرمج، كتكون راسك ما كتبقاش في ديك البلاصه، كتبغي زعما تبارطاجي مع شي واحد ولا دي شي واحد ولا توري شي واحد ولا كتود راسك اخي بحاجه يعني كتود راسك حيت كتبدا تلوم مع راسك فهمتي كت قولي يا امين بركي هناك، قولي يا امين بغيت نسولك نرجعو قبل ما تسافر، كيفاش قدرتي تاخذ لا ديسيجن؟ كيفاش يعني قدرتي تسمح بالخدمه تخلي بلادك تخلي صحابك وتسافر؟ كيفاش دونك لا ديسيجن هي بانني بديت كنشوف دي زيكزامبل لي زيكزامبل الدراري اللي كيسافروا وداك الشيء، سولتك انا فيغيتي انت كنتي واحد كوتش بعتيني موتيفيتيني حيت بقيت كنقلب على سبا وهي الصراحه راه منين كتبدا تسافر الشهر الاول كنت انا غنسافر شهرين ولا ثلاث شهور، ملي كتبدا تسافر صافي تتحل لك داك الشيء كيولي عندك فحال اللعب فوايا غير من البدايه شهر شوف صعيبه غير باش تاخذ لا ديسيزيون وباش تسافر تبدا داك النهار الاول، وشنو اللي صعيب ثاني هو توقف لو فواياج بحال دابا انا ما كنقدرش نوقف لو فواياج ديالي يعني. صعيب باش تقول لي احبس ما نقدرش صعيبه لما ولات كتوقع ليا فحال فواحد المدينه تشفر ليا الساك وكان عندي فيه فلوس وانا نقول صافي خصني ندخل، ولكن كنقول ولكن راه خصني نشري بيه باش ندخل دونك كيبدا يبان لك من الاحسن نبقى غادي فهمتي ما نقدرش نرجع حيت البيه راه غالي بزاف فهمتي كان 15 ميل درهم كي غندير باش نرجع راه ما عنديش باش نرجع دونك مكمل اش من دوله كنتي كانت في اصلا اش من دوله ف كمبوديا بنوم بين وصراحه ملي تشفر لي الساك كانت هي نهار الاول حاقد معصب كل شيء، نهار الثاني فرحان حيت وليت كان فواياجي بوالو بنادم كيقول لي فين كنت فين خليتي الساك، كنقول له لا راه مشى وكنقول له فهمتي مشى كل شيء كيضحك كيقول كيفاش انت دابا فرحان بلا ساك ما عندك فلول ما كان عندي لا حوايج لا والو، ودونك بدا كل واحد كيعطي لي فهمتي بياسه هاك هادي هاك ساك طلع تجيت نشوف راسي لقيت ساك كبير عندي عرب لي دون ديال الحوايج. كيفاش تتصفر لك؟ كيفاش؟ شنو كيفاش تسرق لك هذا الساك؟ دابا كان عندي مع كنت كنسافر بالليل وكنت غنعاود نرجع لواحد العاصمه بلون بان، ديك العاصمه ما وصلت بالليل بزاف ما قدرتش نصيفط كاوتش سيرفينغ ولا شي واحد، دونك قلت غادي ناخذ ارخص اوتيل فهمتي وي هذاك ارخص اوتيل ما عرف داير جوج دولار دونك مشيت ليه، وهذاك الاوتيل داير بحال عندك واحد الباتيمون فيه 10 ديال لي زيتاج دونك ملي كيطلعوا هذوك لي فواياج كل ايطاج فيه بار ريستوران فهمتي الدنيا مخلطه بزاف هذاك الاوتيل وبالليل حطيت الساك ديالي وكاين عندك هذوك لي لوكر كتسد على السيكان ديالك، ولكن انا فهمتي مع صبر واحد دقيقه واحد المومون صافي صبر واحد دقيقه نشوف في الباب ونجي عندك فواياجك كنعاودوا هذا الفواياج صافي لقيت الدواء لقيت دواء واحد الطبيب جاري ها هو عطاني واحد الدواء هو لان راه في العذابه ابرا اي صابر وشعره عرقت بالمعده